اكتيف 95 started as a cover band وحسينا بخلال هاي الفترة انه it's good as it is ولقينا انه هي هذا البروجكت اللي كان كتير زي ما تحكي اللي رفعنا مع بعض وبنى كيمستري بيناتنا وخلانا نفهم الانفلونسز تبعت بعض بس لقينا انه هو انشهر بهذا الاسم لهذا الهدف يعني خلال هاي الفترة كاملة كان يعني تحكي أبو سنتين إحنا بس عم نعزف كوفرز والناس عرفتنا as Octave 95 that it's the band that plays the covers. ارتداد بشكل عام تمام. أول إشي بدنا Arabic name تمام. We have like Arabic vibes. فشو الإشي اللي ممكن إنه يعطينا المعنى صح ارتداد للأشياء اللي جواتنا فهمت كيف؟ فOctave 95 كان حلو بس احد يعني هلا عم بسمعه بعمان او حيسمع فيه حيحكوا لك او كفر باند سو نو احنا بدنا الارتداد تبعنا بالضبط انه يعني هو فعليا يعني اكثر 95 اتس ا كفر باند ات ستيز ا كفر باند بس انه ارتداد از اور اون بروجكت اتس اور اون بي لأنه الطريق توهان
مش كل شي بيرضيك بيرضينا. انت اتغيرت ليه وضل شوقي انا شلل يجري بحريقي يو 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 واللي برا شباك مش كل شي بيرضيك بيرضينا. انت اتغيرت ليه كل شي بيرضيك بيرضينا.